بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي على قناة مستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة. أما بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية، قناة إنجليزي ابتدائي عند إعدادي مع ميس هناء السمان. ان شاء الله الشباب لقانا مع طلبه الصف الثالث السنه مستمرين مع كتاب جمع 2023 الوحده الخامسه الدرس الثالث والرابع. النهارده ان شاء الله نشتغل معاك على اللانجوجز بتاعتها او تدريبات الجرامر. الجزء ده من الوحده بيتكلم عن الافعال التي تاتي متبوعه فعل اخر بجملتها اما تو المصدر او بجرم، وفي بعض الافعال ينفع معاها انها تيجي تو المصدر وينفع معاها ان يكون معاها جرم مع اختلاف طفيف في المعنى من ده لده، او اختلاف قد يكون كبير في المعنى من ده لده برضه. تمام، على بركه الله بسم شباب نبدا. طبعا انت اكيد شفت الفيديو الشرح بتاعنا للقاعده قبل ما تشوف معانا ان شاء الله التدريبات. بدات التدريبات عندنا ان شاء الله على صفحه 261 اسمح مع بركه الله، وبناكد على براكتس الممارسه للانجلش اكسرسايز تدريبات الجرامر من تذكر اندرستاندنج الفهم. حد مثال يقول لي ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي الكتاب بتاع جيم عايز يحققها معاك، عايز يساعدك انك انت تتذكر المعلومه اندرستاندنج، انك انت تفهمها اكتر ابلاينج، طالما قدرت تفهمها تطبقها انالايزنج، بعد ما طبقت تحلل الدنيا انت اشتغلت عليها ايفالويتنج تقيم ادائك كريتنج، تبقى انت خلاص بقيت وصلت لمرحله الابداع. ادي المراحل المتسلسله اللي عايز يوصل لها جيم معاك. وعلى بركه الله نبدا ونقول الجمله الاولى. هي هوبس، الفعل هوب من الافعال التي ياتي بعدها، ادي الدنيا اللي انت هتشتغل عليها، ان الفعل ده من انهي مجموعه من الافعال اللي يجي وراها تو المصدر، يعني لو جبت وراها في جملته فعل تاني يكون في شكل ايه؟ تو المصدر ولا جيرند ولا ينفع دي وينفع دي مع اختلاف المعنى؟ عينك على كده يا باشا، اشتغل على هذا الاساس. نقول هي هوبس تو وين ا برايز فور هيز سكول ورك، هو يامل في انه يفوز بيه، يبقى تو المصدر. تمام، طالما انا قلت لك ان الفعل ده يجي وراه تو المصدر ما تقوليش يا مستر ما خدناش ليه جيرند، انا بقول لك قاعده، اقول لك هوب ياتي بعدها تو المصدر، ما تقوليش يا مستر ما خدناش ليه جيرند، ما تقوليش ليه ما خدناش تو الجيرند، ما تقوليش ليه ما خدناش ازاي تو المصدر. خلاص، انا بقول لك قاعده، فلما قلت قاعده يبقى ما ينفعش تقول لي ليه ما خدناش كذا، انا اديتك قاعده فقط. طيب في جمله رقم 2 بيقول فيها شي اوفرد، برضه اوفرد من الافعال اللي وراها تو المصدر، شي اوفرد تو تيك. طيب اكد على حاجه بس، على حكايه تو المصدر، لو الجمله مثبته يبقى تو المصدر، لو منفيه يبقى نوت تو المصدر، علشان ايه؟ يبقى النقطه دي واضحه. يبقى لو الجمله انت شغال عليها مثبته يبقى الفعل ده اوفرد مثلا يبقى يجي وراها تو المصدر، طب لو منفيه يبقى نوت تو المصدر، ما ينفعش اي حاجه بديله. نكمل، شي اوفر تو تيك مي، هي عرضني هي تاخدني تو ذا ستيشن ان كار، ايه في عربيتها يعني هتوصله، يبقى الجيرند في تيكينج لا، الماضي في توك لا، و تيك المصدر بتاعها لا، مصدر بدون تو يعني. طب اللي بعدها، وي اول نوتس، كلنا لاحظنا ان شي افويدد، الفعل افويد من الافعال اللي يجي وراها جيرند. تمام كده، لو الجمله مثبته الجيرند يجي مباشره، لو الجمله منفيه يبقى نوت والجيرند. تمام، طيب كلنا لاحظنا ان هي تجنبت لوكينج ات اس انها تبص علينا، جميل. طيب لوكس المصدر يعني المضارع بسيط لا، والمصدر لا، هي تو بي لوكد فيها بناء للمجهول. في اربعه، ماي بيرنتس وونت مي، والدي يريدون مني ان انا اعمل ايه؟ ها وونت من الافعال اللي وراها تو المصدر، وونتس مي او وونت مي عشان بيرنتس، وونت مي تو ستادي هارد اند جيت هاي ماركس، عايزين اذاكر بجد واجتهاد عشان احصل على درجات عاليه، يبقى ما ينفعش الجيرنت في ستادي، ما ينفعش الماضي في ستادي، ما ينفعش المصدر بدون تو في ستادي. خمسة بقول فيها وي هاف جاست فينيشد، احنا انهينا للتو كده، انا عايز جيرند بس يا باشا. تمام، وي هاف جاست فينيشد واتشنج ا تي في بروجرام، احنا يا دوب اللي مخلصين مشاهده برنامج، او يا دوب انهينا مشاهده برنامج تلفزيوني اباوت ايجيبشن هيستوري، عن التاريخ المصري. طول المصدر لا، واتش طول جيرند لا، واتش المصدر لوحدها برضه لا. حركة شوية علشان نروح للجملة رقم 6 بيقول لك فيها وين ديد يو ديسايد، انت امتى قررت؟ خلي بالك لان الفعل ديسايد من الافعال اللي له صياغات عديدة جدا ومتكررة وكتيرة. تمام، بيولوجي ات يونيفرسيتي، انت امتى قررت انك انت تول مصدر ديسايد تول مصدر، لان انا عندي حاجة اسمها ديسايد اون، ماشي، بمعنى يستقر على، خلاص، لكن هنا هو بقى جاية بمعنى يقرر ان يقوم بكذا، يبقى تو المصدر. خلاص،
ما ينفعش يجي جيرند ورا دي سايد، ما ينفعش يجي المصدر بدون تو ورا دي سايد، ولا تو والجيرند برضه ما ينفع. اللي بعدها وي هاف ارينج، خد بالك من حاجه، الفعل ارينج تمام من الافعال اللي يجي ورا ايه؟ تو والمصدر. خلاص كده. وي هاف ارينج تو بيك ماي براذر اب فروم ذا ايربورت، احنا رتبنا ان احنا نروح نجيب ماما او اخونا من ايه؟ من المطار. طيب بيكينج الجيرند لا، تو بيكينج تو والجيرند لا، بيك المصدر لوحده بدون تقول. تامر اند اي اجريد، انا وتامر، خد بالك من حاجه، يبقى اجريد ده 7 باوندز ايتش، 7 باوندز ايتش يعني كل واحد يدفع 7 جنيه، يبقى اجريد تو باي، اتفق ان هم يدفعوا. اجري برضو يجي وراها تو والمصدر، ما يجيش وراها جيرن بينج، ما يجيش وراها باي مصدر بدون تو، ولا ووز بينج ماضي مستمر. طيب علي از بلاننج، بلان يبقى تو سبيند، تو المصدر يعني بلاننج تو سبيند اول ويكند، علي بيقرر بيخطط انه يقضي العطله الاسبوعيه ريفايزنج فور ذا نيكست ويكس ماث تيست، لامتحان الرياضه اللي جاي. طيب نروح للجمله رقم 10 بيقول فيها هاني اند هي سيستر براكتس، هاني واخته، الفعل براكتس مفعل يجراها جيرند، براكتس بلاينج تنس افري داي افتر سكول، بيمارسوا لعب كره التنس كل يوم بعد المدرسه. هو المصدر لا، هي ماضي بسيط لا، هي المصدر لا. طيب في ملحوظه هقولها، بس هقولها دلوقتي مع الجمله دي تحديدا. ماي بيرنتس سجستد، يجي حد يقول لي يا مستر، طب نقول الاول بس اقول الاجابه وهقول لك الدنيا هنا كانت ازاي. ماي بيرنتس سجستد يجي وراها جنب، خلاص كده جوينج تو ذا سيتر. ايه الملحوظه اللي عايز اقولها؟ الملحوظه اللي اقولها ان الفعل سجست من الافعال اللي ليه اكتر من صيغه، تمام؟ اهم صياغه فيهم انت عارفها والصياغه السهله، انه لو جاء مباشره مكان الفعل وراه يبقى جيرند. ليه؟ لان سجست لو جاء وراها بعديها ممكن يجي وراها سجست ذات فلان مش عارف ايه، يبقى فعل في المصدر، وممكن بقى يضيف صيغه بقى فيها شد وكلام من ده. انا يهمني الفكره دي اللي هي فكره ان سجست ياتي بعدها مباشره، لو ما فيش فاصل يبقى الجيرند على طول. طيب يجي حد يقول لي يا مستر، طيب هنا هو الفعل سجست ده مش كده جاي ماضي؟ اقول لك ايوه ماضي. يقول لي طب يا مستر هنا هو هتفرق حكايه انه يكون ماضي ولا حاضر في شكل الفعل اللي جاي وراه؟ يعني مثلا هو خلينا نتكلم على العموم كده، لو قال لك ايه بان يجي وراه طول المصدر او جيرن، اقول لك كون الفعل الاصلي اللي هو ده اللي هو فعل القاعده، يعني مش الاصلي معناها الفعل الاهم في الجمله، اقصد انه الفعل الاصلي في القاعده زمنه ايه ما يفرقش معايا، لكن يهمني انا ايه اللي جاي وراه، يعني الفعل اللي هو ده سجستد او براكتس او مثلا بلاننج والحاجات دي، تمام؟ دول هو جاي في صياغه ايه؟ ماليش دعوه بيه، ما يهمنيش مضارع ماضي يفرقش معايا خالص، تمام؟ يعني مثلا اجريت في الجمله رقم 8 زمانها ماضي لكن جبت وراها طول الماضي، هي قاعدتها، تمام؟ طب تعالى اللي بعدها، فلان از بلاننج ناو، علي از بلاننج، ها ده مضارع مستمر لكن جبت وراها طول الماضي، تمام؟ طب اللي بعدها براكتس هي شكل ايه ده؟ كده جايه في المضارع البسيط، رحت جبت وراها جنب. طب سجستد جايه في شكل الماضي بس برضه هجيب وراها جنب. فهمت النقطه اللي انا اقصدها؟ ان ما يهمنيش انا الزمن اللي جاي عليه الفعل اللي انت بتحتاج وراه فعل تاني، ده زمنه ايه؟ ما يفرقش معايا، يفرق معايا ده انا بجيب وراه طول المصدر ولا جرن، ولا دي تنفع ودي تنفع مع الفارق في المعنى. طولنا في النقطه دي معلش، ودي موجوده والله في شرح القاعده اللي في الفيديو بتاع شرح القاعده، لو انت شفت الفيديو اكيد هتكون سمعتها قبل كده، بس احنا بناكد عليها. طيب اي لايك الصياغه، الفعل لايك من الافعال اللي يجي وراها جرن، لكن الابوستروف دي اللي هي اختصار ود موتت الميزه دي، يعني ابطلت عملها وقفتها، يبقى انت كده لما تقول اي لايك يبقى انت عايز تقول مصدر. I'd like to do something on this for our project. انا عايز اقوم باداء شيء معين هنا في المشروع بتاعنا. ما ينفعش اقول being done، ما ينفعش اقول doing، ما ينفعش اقول احرك الشاشه شويه عشان تبقى جمله رقم 13 هي عنوان الشاشه بتاعتنا، بقول لك فيها هذا هاو اباوت، حلو قوي. ماذا عن، ودي حضرتك واخدها من صياغات السجستشن ويجي وراها جنن. هاو اباوت لوكينج ات ذات فيستيفال فور اور بروجكت، ماذا عن وماذا بشأن. خلاص كده. اللي بعدها طبعا ما ينفعش اقول تو جنن وتو المصدر ولوك. اللي بعدها اي ريجريت، جينا في منطقه المطبات الصعبه، الفعل ريجريت بمعنى يندم، وده من الافعال اللي ينفع وراها تو والمصدر وينفع وراها جنن، بس في فرق شاسع في المعنى، فرق كبير جدا في المعنى. لما اقول ريجريت مع تو المصدر يبقى انت نادم على اللي لسه هتعمله، لكن قلت ريجريت وراها جيرن يبقى انت نادم على ما وقع بالفعل.
هنا هو بقى اللي يبينها بجملة. I regret to come to the cinema. أنا نادم كذا السينما. طيب it was not a very good film. ما كانش فيلم كويس. يبقى هو نادم على ما وقع بالفعل، يبقى تجيب جيراند. هو نادم على إنه راح السينما. جيراند، تجيب الجيراند. ما ينفعش تقول المصدر هنا، اللي هيديني معنى مخالف. جو مصدر لوحده لا، او انت الماضي لا. 15 if you can't find the key، لو انت مش قادر تلاقي المفتاح، ها try ايه بقى؟ the lock، لوك حاول كذا المفتاح ماشي، with something else like a knife or a screwdriver، انت حاول انك انت تفتح يا اما بسكينه او اي اله حاده يعني من اللي ممكن استخدامها. طيب هنا بقى try برضو من الافعال، ينفع اي وراها طول المصدر، ينفع اي وراها جنن. تمام. لو جبنا وراها تون مصدر يبقى محاولة مع فشل، لو جبنا وراها جيرند يبقى محاولة قد تؤدي إلى نجاح، ونسبة النجاح هنا أكبر. يبقى أنا كده هاخد الجيرند، قول له لو ما لقيتش المفتاح حاول تفتح الباب يا إما بسكينة يا إما بآلة حد تاني اللي هو المفتاح. طيب خلاص كده أوبن المصدر لا، تون المصدر لا، أوبن يعني، وتون جيرند برضه خلاص. طب اللي بعدها، خد بالك من الصيغة اللي جاية، أي أم نوت يوزد. خلي بالك إن يوزد كده ناقصها تو وبعد كده تروح جايب جيرند. الله يا مستر، ازاي تجيب ورا تو جيرند؟ مش انت بتقول على ان تو دي تو المصدريه؟ لا يا باشا، ده الكلام ده لما تكون مضافه، يعني لما تكون مش اصليه، لكن تو دي اصليه في يوزد. يوزد تو اصليه، يعني تو دي تبعها، انت ما ضفتهاش عشان تديك مصدر. تو المصدر تو وير خطا. هافينج ليه بقى ما تنفعش هنا تو المصدر؟ لان وجود فيرب تو بي اللي هو ام او از او اللي قدامك ده، هو مع يوزد تو ما يخليكش تقدر تجيب مصدر، لازم تجيب جرم. حرك الشاشه شويه عشان تبقى جمله رقم 17 هي عنواننا. بيقول في 17 I prefer كذا باي باص تو، خد بالك من تو دي مهمه جدا، باي ترين. طيب حلو خالص. الصياغه I prefer كذا تو كذا، انا بفضل كذا على كذا، ليها فكرتين، اما انك انت تفضل جراند على جراند او نون على نون. يعني ايه؟ يعني مثلا اقول زي الجمله اللي هنشتغل عليها دلوقتي دي، I prefer جيراند على جيراند لان هو اللي جاي قدامي، ده اللي موجود في الاجابات. I prefer traveling by bus to traveling by train، انا بفضل السفر بالاتوبيس على السفر بالقطار. طب ده اسمه جيراند على جيراند. طب ايه نون على نون؟ لما اقول لك I prefer tea to coffee، انا بفضل الشاي على القهوه، يبقى ده اسمه نون على نون. تمام؟ ما ينفعش تقول لي تو مصدر مع جيراند، ما ينفعش تقول لي being traveled اللي هي فيها ابناء المجهول ان هو ماشي في شكل الجيراند مع having traveled، ما ينفعش traveling مع تو، ما ينفعش جيراند مع تو مصدر يعني. تمام؟ انا عايز دي صيغه ثابته شويه، يبقى prefer prefer كذا تو كذا، اما جيراند على جيراند يا اما نون على نون. 18 بيقول فيها we spent a very enjoyable evening، احنا قضينا أمسية رائعة جدا أو ممتعة جدا about all times عن الأيام القديمة، يبقى هنا هو ناخد جنرال توكينج. تمام؟ لأن أنت بتتكلم عما وقع بالفعل، هم قضوا الأمسية فعل، فأنت محتاج الجنرال لأن الجنرال بيشير للفعل اللي وقع بالفعل، ما ينفعش توكن أهو في المصدر ولا having talked ولا to والمصدر. في جملة رقم 19 بيقول لك it's not it's no use معناها لا فائدة. It's no use معناها لا فائده، ودي من الصياغات اللي انا بجيب وراها جيراند. لا فائده ما يبقى توكينج تو هيم، مفيش فائده ان الكلام معاه. هي از اسليب لانه نايم، يعني نعسان خالص، فالكلام معاه مش عارف. المصدر في توك لا، تو المصدر لا، هافينج توكد برضه خطا. في الجمله رقم 20 بيقول لك ايه؟ وود يو كير، هل تهتم؟ كير ايه هنا هو؟ اصبر شويه. لوك ات ماي ليتست ريبورت، نظره على التغيير الاخير بتاعي. Would you care to have؟ الصياغة would تخلي انت محتاج to والمصدر مع care، الفعل care بمعنى يهتم بيه كذا، يعني انت مهتم معاك، مهم معاك قوي، او هل تهتم انك انت تلقي نظر على اخر تغيير عندي؟ ما ينفعش هذا اللي هي الماضي. تمام؟ ما ينفعش هذا اللي هي الجيرند وهاف المصدر، لا انا عايز to المصدر، مالهاش الصياغة بديل. طيب في اللي بعدها I couldn't help، كلمة couldn't help معناها لم يمكنني مقاومة كذا. تمام؟ طيب I couldn't help ايه بقى؟ when you fell down، لما انت سقطت. حلو خالص. can't couldn't help دي هي الماضي بتاع can't help. I can't help يجي وراها جيرند، يبقى laughing. ده الماضي بتاعها. I couldn't help، لم استطع مقاومة الضحك لما انت وقعت. لفظ الماضي لا، تو المصدر لا، اد وبعد كده وراها جيرند خطأ تماما. حرك الشاشة. نروح مع الصفحة الجديدة اللي هي ظاهرة قدامنا وبيقولها في جملة 22
On my first day at school في اليوم الأول للمدرسة I remember. ورحنا للأفعال اللي ينفع وراها طول المصدر وينفع معاها وراها جراند مع اختلاف المعنى. لو جبت ورا remember طول المصدر يبقى أنت بتتذكر علشان تعمل، لكن لو جبت وراها جراند يبقى أنت بتتذكر ما حدث بالفعل. بيقول لك في اليوم الأول في المدرسة، هو بيتكلم عن الحاجة اللي حصلت زمان، يبقى going كده عايز الجراند. On my first day at school I remember going into my classroom، أتذكر دخولي للفصل and seeing my teacher ورؤية معلمي. و seeing دي تأكد لك أكتر إن إحنا كمان محتاجين جراند في الفراغ الأولاني. والمصدر لأ، وأنت الماضي المصرفة لأ، وتو والجراند برضه لأ. She can't get used to لا يمكنها أن تتآلف مع، عايز أقول لك مش قادرة تتعود على. إيه بقى اللي فاضل لك كده؟ هو الجراند، لأن used to دي على بعضها، تو مش مصدرية، دي أساسية مع used. تمام؟ طيب ماشي. بعد كده بيكمل for such a large company، هي مش قادرة تتآلف على العمل، أو يبقى بالنسبة لها مألوف العمل في شركة كبيرة زي دي. المصدر هنا لوحده مش هينفع ليه يا مستر، لأن عندك طالما قد get used to أو verb to be مع used to، ما أقدرش أجيب مصدر، لازم أجيب جواب. تمام؟ being work، إيه being work دي؟ أنت خدتها بناء على أساس إيه؟ لا، أنا عايز اللي هي العمل نفسه working. تمام؟ طيب و worked صياغة برضه في الماضي البسيط مش هتنفع معايا. في 24 النهاية regrets، الفعل regret لسه قايلين من شويه، لو انت نادم على اللي هيحصل يبقى تقول المصدر، لو نادم على اللي حصل بالفعل يبقى في شكل جران. طبعا لو انت محتاج نفي يبقى هتجيب ايه؟ نوت قبل الصياغه، قبل الصياغه دي قوي. طيب هي شي regrets او نهاية regrets وجايه في فراغ هير مادر والدتها اون هير بيرثداي في عيد ميلادها، شي شود هاف دون ات، كان لازم تعمل كده بس ما عملتش، يبقى هي نادمة انها لم تتصل بوالدتها. يبقى انت نادمة على ما وقع بالفعل بس في شكل النفي، نوت فونينج، هي نادمة على انها لم تتصل. خلاص، هي نادمة على انها لم تتصل بوالدتها في عيد ميلادها. نوت فوند، انها نوت مع الماضي لا، نوت والمصدر لا، نوت والمصدر لا، انا عايز نوت مع جرند، ندم على ما وقع بالفعل، هي ندمانة انها ما عملتش كده، ما اتصلتش. 25 I completely forgot، والفعل forget من الافعال اللي ينفع يجي وراها تو المصدر، يبقى انا نسيت ان انا اعمل، يبقى انا لسه ما عملتش. لو قلت ورا forgot او forget طبعا زمانها مش هتفرق معايا، لو جبت وراها جنب انت نسيت اللي عملته بالفعل. I completely forgot، انا تماما نسيت والله، او نسيت بالاجمال او اجمالا أو كلية. You my electronic dictionary، انت القاموس الالكتروني بتاعي. I thought I had lost it، والله ده انا كنت فاكر ان انا فقدته ضاع مني. يبقى هو نسي ان هو سلف له القاموس الالكتروني. I completely forgot lending you، ده انا نسيت تماما اني سلفته لك يا عم، والله كنت فاكره ضاع. لند المصدر لا، هو المصدر لا، هو الجرند لا. طب it's no good، it's no good معناها ان ده شيء مش كويس. ماشي؟ طيب it's no good يهمني انها من الصياغات اللي يجي وراها جرند. تمام كده؟ وهتيجي معناها لما نكمل بقى الجمله على بعضها. تو فيكس ذيس ماشين، عايز اقول لك والله مفيش فايده من محاوله، مفيش فايده من محاوله ان انت تصلح ايه المكنه دي. اتس كومبليتلي بروكن، دي متعطله تماما، عايز اقول لك ايه، اتدمرت تماما، يعني مش معناها اتكسرت لا، مقصود بيها خلاص مفيش امل في تصلحها. تراي في المصدر لوحده لا، تو المصدر برضه لا، تو الجرن لا، انا عايز تراي الجرن فقط. اتس نو جود معناها مفيش فايده او ليس من الجيد انك انت تعمل كده. طيب نحرك الشاشه عشان تبقى جمله 25 عنواننا. امينه ادمتد نوت، الفعل ادمت من الافعال اللي يجي وراها جنب. طيب هو جاب لك نوت عشان تفيد النفي. خلاص، يبقى امينه ادمتد نوت نوينج هاو تو اوبن ذا دور. امينه اقرت بعدم معرفتها بكيفيه فتح الباب. يهمنا ان ادمت ان الصياغه دي وراها جنب، نوت جات علشان تفيد النفي. تو بي نون فيها بناء المجهول، مش عايز بناء المجهول، تو المصدر لا، ونون تصف ثالث برضه خالص. 28 بيقولها فيها I asked my father to let me، انا طلبت من والدي to let me ايه بقى؟ المصدر بدون تو، ان let ما تحتاجش معاها لما المصدر بتاعها يجي مش محتاجه مع تو. I asked my father to let me watch، مصدر بدون تو مش محتاجه. ده ماتش at the stadium، انا طلبت من والدي انه يسمح لي ان انا اشاهد المباراه في الاستاد. تقول المصدر لا ما تنفعش، جيراند برضه لا، لان ليت ما يجيش ورا جيراند ولا حتى تقول جيراند. اللي بعدها هشام لايكس، خد بالك من الحته دي، الفعل لايك من الافعال
اللي العادي بتاعها، العادي بتاعها ان يجي وراها ايه؟ ان يجي وراها جيراند. طيب حلو خالص. طب بص كده، هو على الصياغات اللي قدامك ما فيش ولا واحده فيهم فيها جيراند في الاول. او هتقول لي تو تيكنج فيها جيراند، انا عايز الجيراند مباشر هنا. طيب يبقى هنا هو هشام، هنا كلمه لايك مش جايه بمعنى احب، جايه بمعنى يود. هشام لايكس، يبقى كده تقول المصدر هشام يود، يرغب في كذا. تمام، تو تيك ان ان ذا افترنون، ماشي، ان هو ياخد بيقولوا عليها غفوه كده، ينام فتره بسيطه جدا في بعض الدور. يبقى هشام لايكس تو تيك ان، يود فيه، او ممكن تقول لو عايز تترجمها تقول هو ان هو يحب ياخد له فتره نوم كده. مش هنختلف قوي مع بعض في الترجمه العربيه. المهم عندي هنا هو ان لايكس محتاجه وراها تو زائد مصدر، لان لا توجد صياغه ان هو فيها جيرند في البدايه. مفهومش الاربعه، مفهومش ولا واحده فيهم. تو بي تيكن في ابناء المجهول، تو الجيرند لا ما ينفعش. عارف لو الجيرند لوحده موجود من غير تو كنت خدته هو، وما خدتش تو تيك، تيك في المصدر لا. I am looking forward to، دي من الصياغات كده اللي فاضل لها جيرند. I am looking forward to doing، خلاص فاضل لها جيرند، لان تو هنا هو اساسيه في look forward to، اساسيه انت ما ضفتهاش عشان تديني مصدر more on this project. بيقول ان هو يتطلع الى العمل، عمل المزيد في هذا المشروع. بي دون في ابناء المجهول، دو والدو في مصدر لوحده لا، وديد الماضي برضه لا. الجمله رقم 31 هي عنوانها، ولا فيها هاله هوب، هاله كانت تامل في كذا او كان عندها امل في كذا، طبعا تدل على الماضي. تو جانس بارتي، تمام حلو خالص، للحفله بتاعت عيد ميلاد جاك. طيب هوب من الصيغه اللي وراها هو المصدر. طيب بص كده بعينك، الصياغه الوحيده اللي فيها تقول اللي هي مين؟ الصياغه دي. الله، طب يا مستر، طب ما جايب تو بي، طب ما ليه حكايه انفايتد دي؟ لان الصياغه فيها بناء المجهول، ولذلك انت كده هو شغال على في المبني المجهول حاجه اسمها انفينيتيف باسيف، المبني المجهول في صيغه المصدر. واحنا قلنا يا شباب، ولسه هنقول لما تيجي قاعده الاكتب والباسيف لسه قدام شويه، الاكتب والباسيف بناكد على نقطه مهمه جدا، هي ان فيرب تو بي بياخد زمن الجمله، زمن الجمله هنا هو هو المصدر، فتلاقي فيرب تو بي هو في المصدر، بس الفعل الاصلي لسه ما جاش، فتروح جايبه تصريف ثالث. يبقى جمله هالة هات تو بي انفيتد تو جانس بارتي، هالة كان عندها امل ان يتم دعوتها لعيد ايه؟ او للحفله بتاعت جانس، وده معناه ان هي ايه؟ ما اتعزمتش. خلاص؟ يبقى مش عايز صياغه غير كده، تبقى صياغه غير كده تبقى خاطئه، ان هو بيجي وراها تو، يبقى ما ينفعش اقول فور بينج و التصريف الثالث، ولا شي ويل بي انفيتد. تمام؟ ازاي اقول ماضي هنا هو فور، ازاي اقول شي ويل بي، جمله كامله في المستقبل ما تجيش، وبينج انفيتد الجيران لا. هو ما يجيش ورا الجنة. في الجملة 32 بيقول لك فيها would you please، حلو خالص. الصياغة would you please كذا محتاجة وراها مصدر بدون تو. محتاجة وراها مصدر بدون تو، أنا قلت الكلام خالص. تمام كده؟ would you please help lift this case؟ help هنا طبعا المعنى هنا هو الضمني ليها، من فضلك ممكن تساعدني في رفع هذه الحقيبه انتو ذا بوت اوف ذا كار، لشنطه العربيه. بوت اوف ذا كار معناها شنطه عربيه. هيلب تو ليفتنج، هيلب تو ما يجيش وراها جر. تمام، الصياغه دي تبقى غلط. تمام، طب اللي بعدها هيلب مي ليفتنج، لا انا قلت ايه؟ وود يو بليز، انا عايز وراها مصدر بدون تو. يبقى اي صيغه كده هتبقى غلط. تو بيلز ار ميد، الجمله اللي قدامك ان هو فيها بناء للمجهول بالفعل ميك. وهنا بقى لما نيجي بقى قدام شويه ناخد حاجه اسمها كوزاتيف هاب وكوزاتيف جيت، اللي هي الاستخدام السببي لهاب وجيت، هتلاقي ان ميد العادي بتاعها ميك، يعني المفروض ان انا لو هجيب وراها فعل بجيبه في شكل المصدر بدون تو. تمام، لكن لما يبقى فيها بناء المجهول زي كده يجيب وراها تو المصدر، المصدر يكون معاه تو. يبقى pupils are made to work very hard، الطلبه جعلوا، حد خلاهم يعني يعملوا بجد واجتهاد، at school before the exams قبل الامتحان. work في المصدر مش هينفع معايا، الجيرند working مش هينفع معايا، وworks مضارع بسيط لا. نحرك شويه علشان تشوف معانا، لسه مش قادرين نوصل للرقم الصح. طيب ما فيش مشكله. هي advised، هو نصح، هو نصح ولسه بيكمل. an automatic car، سياره automatic instead of my used Fiat، بدل من ايه؟ بدل من الفيات القديمه اللي معايا. طيب advised يبقى محتاج جرب. هي advised buying، هو نصح بشراء كذا. تو بي تصف ثالث، انا فيها ابناء المجهول، انا مش عايز ابناء المجهول. تو المصدر لا،
و2 جنرال. طيب يجي حد يقول لي يا مستر، طب مش انتوا ادفايس، من الصيغات ينفع يجي وراها تو المصدر؟ اقول لك لو في مفعول، عارف لو اقول لك ايه ادفايز مي كنا قلنا تو باي، خلاص كده كنا قلنا تو باي. لكن ان هو انا طالما ما فيش مفعول بيه اجيب ورا ادفايزد جنرال، المعلومه دي واضحه؟ يبقى ادفايزد طالما ما فيش وراها مفعول بي، يعني لو قال لك هي ادفايز مي كنت هقول لك تو باي، كنت هقول لك تو باي. لكن هنا طالما ما فيش مفعول بي يبقى ادفايز هات وراها جنرال. خمسة وتسعين بيقول لك فيها after talking about the accident، بعد حديثه عن او بعد التحدث عن الحادثه، he went on، هو استمر في ايه؟ كمل. طيب about the match، عن المباراه. طيب يبقى ده معناه انتقل من الحديث عن الحادثه، ربنا عافينا، الحاجه الجديده ان هو يتكلم عن ايه؟ عن الماتش. يبقى لسه هيتكلم عن الماتش، صح كده؟ يبقى انت تاخد طول مصر. ما ينفعش تقول اسم مضارع بسيط، ما ينفعش تقول جيرند، ما ينفعش جيرند لوحده. خلاص؟ يبقى ادي مبررها الحكايه دي، ليه خدنا طول مصدر؟ هو كان بيتكلم في حاجه وهيتكلم في حاجه جديده دلوقتي، يبقى محتاجه طول مصدر، لسه هيعمل ده. وطول مصدر بتعبر عن حاجه ان انت لسه هتعمل. نحرك الشاشه عشان كده خلاص بقى عندنا فرصه ان احنا نشوف الصفحه ورقمها بشكل واضح. وجون رقم 36 بيقول لك فيها there is no point in، عايز اقول لك ايه؟ مفيش فايده من كذا يعني. طيب المهم ان الصياغه ده ليه there is no point in كذا معاها جيرند وبتكمل. There is no point in arguing with her، مفيش فايده من الجدال معاها يعني. تمام كده؟ طيب المهم ان انا بحتاج جيرند بعد الصياغه there is no point in كذا. To argue to المصدر لا، argue ماضي لا، we to have argued برضه لا. I went to the airport، ماشي انا ذهبت الى المطار. كمل. To meet to meet her but she didn't arrive. طيب I went to the airport expecting to، متوقعا ان، لان expect هي اللي يجي معاها to في to بعد كده ايه فعل في المصدر. طيب I went to the airport، اقول to have ازاي؟ هنا هو جاي في ماضي وبعد كده رحت جايب لي to have بعدها. هنا هو I went to the airport برضه اقول to برضه و expect لا برضه. خلاص؟ طيب و to be expected فيها بناء المجهول. هنا بقى انا ذهبت المطار متوقعا، انا اللي متوقع لان الجيرند يا شباب اللي هو بيقول عليه باللغه الانجليزيه اسم الفاعل، تمام، بيديني هذا المدلول ان هو يحل محل الفاعل او يدي اشاره للفاعل. الفاعل بتاع الجمله هنا هو انا، اي انا ذهبت المطار املا في ان التقي بها او ان انا اجابلها لكنها لم تاتي. في تردد في Why does your sister bite her nails؟ هي ليه اختك بتعض اناملها، الاطراف بتاعت صوابعها، ظوافرها يعني. تمام؟ قال لك والله she doesn't enjoy، هي مش بتستمتع بانها تعمل كده، تمام؟ But she can't help انها تعمل كده. الله الله الله، ايه تعمل كده اللي انت عمال تقولها دي يا مستر؟ بص يا باشا، لما اقول الفعل enjoy انت محتاج ورا جنب. تمام؟ وكانت هيلب اللي هي معناها لا يستطيع ان يقاوم، برضه محتاج وراها جيرند، يبقى انا عايز الفراغين دول يكملوا بجيرند. يبقى she doesn't enjoy betting them، هي مش بتستمتع بانها تعض في اناملها، تمام؟ لكن المشكله she just can't help doing it، هي ما تقدرش تقاوم ده. تمام؟ يبقى انا عايز اثنين جيرند في الجمله اللي عندي، الفراغ الاولاني والفراغ الثاني. جيرند مع طول مصدر مش هينفع معايا، مصدر مع مصدر مش هينفع معايا، هو مصدر مع جيرند مش هينفع معايا، انا عايز اتنين جيرند وقلت السبب عشان انجوي وعشان كانت هيلب. اللي بعدها شي از افريد اوف ذا دنتست، هي بتخاف من طبيب الاسنان. تمام. شي اولويز سو شي اولويز بوتس اوف، دايما وعشان كده دايما بتاجل ايه بقى؟ ال شي اولويز بوتس اوف جوينج، دايما بتاجل الذهاب. المهم عندي اللي بوت اوف هنا محتاجه وراها جيرند. ان ذا لاست بوسبل مومنت، بتاخر ذهاب لاخر لحظه ممكن يعني، بتحاول تماطل زي ما بيقولوا او تعطل او تاجل الذهاب هناك لانها بتخاف منه. والمصدر لا، المصدر لوحده في جولاء، وجون تصريف ثالث برضه. اللي بعدها I always look forward to، ها look forward to، كمل لسه معنى الجمله، المفروض يجي وراها جنن بس اصبر شويه. As the captain of the team look forward to، من الصيغات اللي يجي وراها جنن، فتروح تاخد choosing. هو انا هو اي فاعل ولا مفعول؟ مفعول بيه. عارف ليه؟ هو يتطلع الى ان يتم اختياره، يبقى being chosen ده اسمه بقى ايه؟ مبني المجهول في صيغه الجنند. مبني المجهول في صيغه الجنند، يعني ايه مبني المجهول في صيغه الجنند؟ يعني فيرب تو بي تلاقيه مصدر زائد اي ان جي،
استقفال في التصيف في الاصل لسه ما جاش، فتروح جايبه تصيف ثالث. الشخص اللي بيتكلم بيقول انا اتطلع الى ان يتم اختياري كابتن للفريق. تشوز في عندك تشوزن الماضي، لا تشوزنج الجيران مش هتنفعش الجمله من المجهول، من المجهول، وتشوز المصدر مش هينفع معايا اساسا، رحنا ل being chosen فيها من المجهول في شكل الجيراند، انها اجابه صحيحه في الجمله رقم 40. كده يا شباب كنت انتهى تدريب الجرامر اللي كان قاعد درس 3 و4 من 1 ل 5. تدريباتنا معك لم تنتهي بعد، ان شاء الله في المزيد مع معلم خبير الين زيمس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.